انا اسمي ريهام علي، عندي 25 سنه، متجوزه ومعايا ولد وبنت. فتحت عربيه حلويات، الاول كنت فاتحه في البيت وبعد كده ببيع اونلاين وكده، وعملت جروب على الفيس. بعد كده فتحت بقى عربيه الحلويات وبعمل بقى سينابون وتشيز كيك والحاجات دي. وانا بدات الاول بعد ما اتجوزت بفتره كده، وبدات بقى اشتغل من البيت وعملت حاجات وبدات اصورها واعرضها على الفيس، والحمد لله يعني الدنيا مشيت معايا. فبدات بقى ان انا افكر اطور اكتر، وعملت بقى العربيه. بس انا يعني انا متجوزه في امبابه اصلا، بس انا نقلت جنب بيت ماما عشان خاطر ابقى مطمنه على اولادي معاها وكده. بعمل وافل وبعمل سينابون وبعمل تشيز كيك وبعمل كبات وطواجن سعاده ودوناتس وكده. اللي بيطلب اكتر حاجه السينابون وفته السينابون والوافل. انا اللي بعملها، انا اللي بعملها لوحدي. اكتر دعم ليا في الموضوع بتاع الشغل دوت جوزي وماما واخواتي وخلاني بصراحه، كل اللي حواليا. هو يا دوبك يعني اللي بيجي لي في الشهر مثلا، ممكن ابقى دافع الايجار، ادفع كهرباء الكلام دوت، واجيب بقى الخامات. انا بجيب الخامات اصلا على قد الحاجه اللي هعملها تاني يوم، مش بجيب كميات لان لسه الدنيا، فبجيب حاجه اللي انا هعملها بكره هي اللي بجيبها. برضو قابلتني الصعوبات اللي قابلتني، ان انا ولادي برضو بقوا في الشارع برضو الكلام ده، ما بقتش معاهم على طول، بس يعني ماما معاهم برضو كده. وغير بقى في ناس تتكلم عادي وفي ناس بتأنب. رد فعل الناس في الشارع اللي هو يعني في ناس مشجعاني وبيشجعوني اكمل، وفي ناس لا انت ما تقفيش في الشارع ومعاكي ولاد وبتاع وكده، كملي واستمري وما تقفيش. نفسي اكبر مشروعي واجيب بقى تلاجة ايس كريم، واجيب تلاجة عرض اعرض فيها منتجاتي، والدنيا تكبر معايا برضه عشان الاقي ده. انصح كل الستات ان هي تفكر وتجرب، وهتفشلي مرة المرة الجاية هتبقي احسن واقوى. دائما مالكيش دعوة بكلام الناس، كده كده الناس بتتكلم برضه، فانت ابدأي وجهدي، وبرضه عشان تبقي عاملة حاجة لولادك.